طيور يجب عليك أن تتخلص منها على الفور، حيث أن هذه الطيور تشكل عليك عبئا كبيرا، وهذه الطيور لا تصلح للتفريخ ولا للإنتاج. وأول هذه الطيور الطيور التي لا ترقد على البيض ولا تقوم بالتحضين الجيد للبيض. وتتميز هذه الطيور بأنها طيور كثيرة القلق كثيرة الخوف، فترقد ساعة على البيض ثم تهجر العش ساعة أخرى فيبرد البيض ويفسد. فإذا تكررت هذه المسألة ويجب أن تلتمس لها عذرا في أول مرة، لأن الأنثى يكون عندها خبرة قليلة. فإذا تكررت هذه المسألة في أول عش وفي ثاني عش وفي ثالث عش، فيجب عليك أن تتصرف في هذه الأنثى وأن تتخلص منها وأن تبيعها وأن تذكر العيب، وليكن عندك أمانة في البيع والشراء. أيضا أخي الكريم، من الطيور التي يجب عليك أن تتخلص منها على الفور الطيور التي لا تقوم بإطعام فروخها. إذا تكررت هذه المسألة في ثاني عش وفي ثالث عش، فيجب عليك أن تتخلص منها، حيث أن هذه الطيور تشكل لك عبئا كبيرا، إذ يجب عليك أن تقوم أنت بالتأكيل اليدوي، وهذا يتطلب منك مجهودا ووقتا ومعاناة. أيضا أخي الكريم، من الطيور التي يجب عليك أن تتخلص منها على الفور الطيور التي جربت معها كل الحلول لحل مشكلة كبس البيض، وهو موت الجنين داخل البيضة. هذه الطيور كل عش تضع فيه البيض يحدث فيه كبس للجنين داخل البيضة، أي موت للجنين داخل البيضة. وقد جربت كل الحلول، وضعت الفلاجيل، وابتعدت عن زواج الأقارب، وفعلت كل شيء، ومع ذلك المشكلة تتكرر كل مرة. فيجب عليك أن تتخلص من هذه الطيور، أو أن تقوم بتبديل هذه الطيور، الأنثى مع ذكر آخر والذكر مع أنثى أخرى، لحل هذه المشكلة الكبيرة. أيضا أخي الكريم، من الطيور التي يجب عليك أن تتخلص منها على الفور حتى لو أنتجت وحتى لو فرخت وباضت الطيور رخيصة الثمن، الطيور الغامقة. هذه الطيور نحن طبعا نقول أن هذه عصافير للزينة، يعني كلما كان العصفور جميلا لونه فاتح لونه متناسق جميل كلما كان أفضل. يعني أنت يعني سواء يعني ربيت بغبغاء أو عصفور يعني غالي الثمن أو رخيص الثمن، الطعام واحد. يعني العصفور رخيص الثمن سيأكل نفس مقدار العصفور غالي الثمن، لكن الفرق هنا في الإنتاج والتسويق، حيث أن هذه العصافير الغامقة رخيصة الثمن، هذه العصافير يعني حتى لو أنها أنتجت كثير، يعني ربما تأخذ معك 10 أزواج يعني وتبيعهم جميعا، يعني لا يعدل أو لا يعني يأتي لك يعني بعائد مادي جيد. بينما لو ربيت زوجا واحدا غالي الثمن محترم لونه جميل مرتفع الثمن، سترى أن هذا الزوج لو أنه جاء لك بفرد واحد بزغلول واحد بفرخ واحد، فإن هذا الفرخ سيعدل 10 أزواج. فيجب عليك أن تربي الأنواع الغالية، الأنواع الفاتحة، الأنواع الجميلة. ابتعد دائما عندما تذهب لشراء الطيور، ابتعد دائما عن العصافير الغامقة، الألوان اللي هي مش جيدة. اشتري دائما الألوان الفاتحة، الألوان المتناسقة. يعني إن كنت تربي من أجل المكسب، من أجل يعني سرعة التسويق، حيث أن هذه الطيور الفاتحة ألوانها جميلة، يعني زبونها دائما وتسويقها دائما بيكون جيد جدا، بينما العصافير الغامقة طبعا بيكون تسويقها مش كويس. هذا إذا كنت يعني تريد عائدا ماديا. أما لو كان من أجل الزينة فطبعا الأنواع الغامقة بتكون أرخص. ومن الطيور التي يجب عليك يا أخي الكريم أن تتخلص منها على الفور الطيور التي يتكرر لها مشكلة البيض الفاسد، أو البيض الفارغ، أو البيض غير المخصب. كلما باضت هذه الطيور والعصافير فإن البيض دائما يخرج غير مخصب. ما الحل لهذه المشكلة؟ إذا فعلت كل الحلول التي ذكرناها، وسوف تجدون فيديوهات على القناة تتكلم عن مشكلة البيض غير المخصب. في هذه الحالة فعلت كل الحلول، وضعت الفيتامينات، وضعت الأشياء التي ترفع معدل الخصوبة، أكلت الذكر كل الأكلات التي ترفع معدل الخصوبة، ومع ذلك ليس هناك حل وليس هناك من سبيل. فيجب عليك أن تتخلص من هذا الذكر، تخلص من الذكر، حيث أن المشكلة بنسبة كبيرة تتعلق بالذكر. هذا الذكر إما أنه لا يقوم بتلقيح الأنثى، أو أن هذا الذكر لا يستطيع إتمام عملية التلقيح بنجاح، أو أن المجسم الذي في القفص يهتز ولا يستطيع الذكر إتمام عملية اللقاح. فيجب عليك أن تضع مجسما قويا يستطيع حمل الطيور.
أيضا قد تتعلق المشكلة بالذكر، إذ قد يكون الذكر يعاني من أمراض تناسلية، أو تكون الأنثى هي الأخرى تعاني من مشاكل تناسلية. فإذا تكررت هذه المشكلة فقم فورا بالتخلص من هذا الذكر. يعني أنا أتكلم الآن أن الذكر وأن الأنثى التي تضع البيض كله غير مخصب، أما إذا كان يعني هناك يعني 5 بيضات وخرج منهم 3 أو خرج منهم 2، يعني فهذا يعني كويس إلى حد ما، فتستمر في وضع المحفزات وتستمر في وضع الطعام الذي يأتي لك بنسبة تخصيب 100%. أيضا من الطيور التي يجب عليك أن تتخلص منها فورا الطيور التي فعلت معها كل شيء لكي تقضي على عادة التمليح، وهو عبارة عن نقص الأملاح في جسم الطائر، وبتلجأ الطيور لتعويض النقص ده عن طريق إن هم يأكلوا في الحيطة القريبة من القفص، يعني اللي هو الطوب أو الرمل، والأسوأ إن هم يملحوا من ريش الزغليل، وده طبعا بيسبب خطورة على الزغليل. يعني ملحوا يعني إيه؟ يعني إن هم ينتفوا ريش الزغليل ويمتصوا، طبعا لما ينتف ريش الزغلول بيطلع الدم فبيمتص هذا الدم، فهو بيملح يعني بيعوض النقص في الأملاح المعدنية. طبعا ده بيشكل خطورة خطيرة جدا على الزغليل وممكن يؤدي لموتهم. فلو انت طبعا حطيت طبق التمليح وايضا عملت طريقة الصبار، يعني دهنت جسم الطائر بالصبار، عشان طبعا احنا طبعا اتكلمت تاني في الموضوع دوت في فيديو هسيب لكم الرابط في الوصف. لو انت عملت كل الطرق ومع ذلك ما زال الابوين بينهشوا وبيملحوا من الزغليل، فدي طبعا بتكون عاده، يعني بتكون عاده بقى وبتكون طبع في الايه في الابوين، ويجب عليك ان تتخلص من هذين الابوين فورا، يعني تخلص منهم، لان الاول الانثى هي اللي بتعمل المساله ديت، وبعد كده الذكر بيتعلم منها وبتبقى طبع في الابوين. ايضا من الطيور التي يجب عليك ان تتخلص منها فورا الطيور اللي دائما لما يعني دائما التفريخ ودائما اولادها بيكونوا في عندهم مشاكل يعني عضويه، يعني بنلاحظ ان تلاحظ ان في كساح دائما باستمرار، وانت طبعا حاولت المشكله يعني حاولت تحل المشكله بالكالسيوم والفيتامينات وكل الاشياء، ومع ذلك في تشويهات، في يعني ايه مشاكل. طبعا احنا معانا عصفور زينه، يعني ما ينفعش يبقى فيه اي مشاكل خلقيه او مشاكل عضويه، لان طبعا المشاكل دي طبعا هتاثر عليه، فاي يعني خلل طبعا، لان الطيور ديت دائما يعني ايه اللي هي دائما بتفرخ وتلاحظ ان فروخها واولادها فيهم مشاكل عضويه، ده ممكن يكون من زواج الاقارب، وده مش شرط بضك، يعني ممكن يكون الفرخ دوت ما فيش فيه زواج اقارب ولا حاجه، لكن الفرخ نفسه حامل لجين مشوه، فدائما تلاحظ ان فراخه واولاده بتلاحظ ان هم حاملين نفس الجين وحاملين نفس المرض الوراثي. فهذه الطيور يجب عليك ان تتخلص منها فورا، او ممكن ان انت تبدل، يعني تخلي الذكر دهوت مع الانثى تانية والانثى مع ذكر تاني. والله لو اتحلت المشكله اتحلت، لو ما اتحلتش يبقى يجب عليك ان تتخلص من هذه الطيور التي تنتج فروخا مشوهه او بها اعاقه. وبالشكل ده نكون اتكلمنا عن الموضوع المهم دوت. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا، ما تنسوش تدعموا القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الضغط والاعجاب وتفعيل زر الجرس.